ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل صوص جميل جدا، ينفع مع المشاوي، ينفع مع الحاجات المقليه، ينفع جنب اي وجبه ينفع تعمليها. تعالوا بقى نغير في صوصاتنا. النهارده هنعمل صوص الفول السوداني، واحنا عملنا زبده الفول السوداني من مكون واحد بس. هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف، طريقه سهله جدا. طبعا تقدري تجربي زي ما انت عايزه. احنا هنجرب في شويه كده من زبده فول السوداني، وزي ما انتم شايفينها كده احنا عملناها مع بعض قبل كده. دول حوالي ما يقارب من كوبايه من زبده الفول السوداني. الحلو في الوصفه دي او الحلو في الصوص ده ان هو تقدري تاكليه مع اي وجبه موجوده عندك. هنحط عليه نص ليمونه، هنحط عليه قيمة معلقة كبيرة من الخل الأبيض، هنحط عليه طبعا ملح، هنحط شوية من الصويا صوص قيمة كده معلقة، هنحط ده حوالي فصين من الثوم المهروس، وهنحط كمان معانا معلقة كبيرة من العسل الأبيض. هنحط كمان شوية من الفلفل الأسود، وده اختياري. ادي كده معانا الخليط كله بقى جاهز، هنبتدي نعجنه حلو. طب انتي لو عندك زبدة الفول السوداني وخشنة شوية ممكن تضربيها بعد ما تضيفي كل الخليط مع بعضه، تقومي ضربها بالهاند بلندر شويه. انا مش هضربها طبعا لان انا عاملاها ناعمه، فمش هتحتاج ان انا اضربها. بصوا طبعا هي كده جامده شويه، احنا عايزينها سايله عن كده. هنضيف حوالي معلقه من الميه، المية هنضيفها لغاية ما نوصل للقوام الصوص اللي احنا عايزينه. هي كده هتحتاج تاني، هنحط معلقة تاني ونقلب. هحط لها شوية كمان من الشطة، ودي اختياري بس طبعا انا مش هزود عشان عندي في بيحب الشطة وفي لأ. وهقلبها اخر تقليبة، طعمها جميل بالنكهات اللي احنا حطيناها. بصوا احنا عايزينها بالمنظر ده كده، خفيفة مش عايزينها تقيلة. بصوا اهو، تقدري بقى كده تعمليها وتحطيها شوية في التلاجة، ولو عايزاها كمان تخففيها شوية عن كده ينفع، بس مش هتبقى اخف من كده. ممكن نديها ربع معلقة تاني. بصوا بتبيض ازاي. على فكرة في كتير ناس بتحط مع الطحينة اللي احنا بنعملها بالسمسم بتحط عليها شوية من الفول السوداني، علشان كده هي بيضت لما تحط لها المية. بس كده هي جاهزة عندنا، نحطها بقى، هنحطها بقى في البرطمان بتاعنا او تحطيها في البولة اللي انت هتقدمي فيها. شايفين شكله بجد جميلة في ايه؟ طب انت حابة تحطي شوية من زيت الزيتون ينفع برضو تحط لها معلقة من زيت الزيتون. انا بصراحة ما بحبش زيت الزيتون. بصوا مثلا لو كناها مع بطاطس، شايفين طعمها جميل، شكلها جميل، هتشرفك وسط عزوماتك. غيري وشكلي في انواع الصوصات بتاعتك، وبالف هنا مقدما. كل اللي جربها يكتب لي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله على فيديوهات تانية كتيرة جديدة.